على رأس وفد رفيع المستوى لأعضاء البعثة الإخبارية والتوعوية لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ لولاية هجر لميس حول مخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادي بقيادة الدكتور هيسين أبو بكر مودو، وصلت البعثة إلى مركز إداري توربو بمحافظة الدغنة حاضرة الولاية لعقد التجمع التوعوي الذي شارك فيه عدد كبير من مناضلي ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ، وذلك بهدف توعيتهم حول مخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادي. وضمن اللقاءات التوعوية والإخبارية المتعددة لنقل نفس الرسالة، كما عقدت البعثة أيضا اجتماعا مماثلا بمركز إداري كرل ضم جميع الفاعلين بحزب الحركة الوطنية للإنقاذ، حيث قدم الأمين التنفيذي لحزب الحركة بمحافظة الدغنة شكره للحضور على تلبيتهم لحضور هذا الاجتماع. أننا واقفين اليوم هذا شيء مهم. اليوم من قبارنا إمبس هو معرفته حجر لميس ما خير. الأمين العام الولائي للحركة الوطنية للإنقاذ هو الآخر، وبعد أن قدم شكره للوفد الزائر فقد أكد بأن سكان ولاية هجر لميس يدعمون دائما وأبدا سياسة حكومة المرحلة الانتقالية. أنا الأمبس بصوره حزب هذا الجمهور. أن الناس كثير الملايين الناس، لكن لازم نوقفه عشان ده عليهم جدا لو فكرت نوقفه فوقه وعم بقدر أنت الحاضر ده بخبر الغايب. رئيس البعثة هو الآخر قدم رسالة الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ الدكتور هارون كبدي إلى سكان ولاية هجر لميس. اليوم كان آخر ما في ده شغل ببقى ما في ده عشان ده الجرب وجود التشاتين ولا عندهم نوم ولا عندهم سيد ولا عندهم الدول الكريتية مسلمان ده كل ما في كلنا تشاتين ونقوله مش زمان جدودنا أصلا هذا. فإن الوفد سيواصل حملته التوعوية حتى تشمل جميع مناطق ولاية هجر لميس لتنوير سكان المنطقة بمخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادي.